بعد ما شفنا في الدرس السابق كيف إني ممكن أنشئ المخططات واللوحات لمشروعي بوضع كافة المساقط والمقاطع وغيرها من الرسومات اللي أنا جهزتها باستخدام الأوشنت بابي، وعملت الإظهار المختلف اللي أنا بحتاجه، وبعدين عملت اللوحة اللي بشوفها مناسبة وحسب المكتب اللي شغال فيه والشركة اللي شغال فيها مع الكليشيه أو البلانكوب الموجود. هنوصل للمرحلة الأخيرة واللي هي نعمل حفظ أو طباعة على الملفات، أو حتى ممكن نحفظها على شكل PDF أو DWG أو DVG. وهالشي كله بكون بالمرحلة الأخيرة من المراحل الأربعة اللي عندي في المشروع اللي هي الببلشر سيت. شفنا في الأول عندي البروجكت ماب اللي هي بتنشئ لي المساقط الأساسية والمقاطع اللي أنا هشتغل عليها المشروع. بعدين الأوشيت ماب اللي هي هتعمل لي تغيير وتفصيل لكل مسقط والتحكم بإظهاره، سواء بخطوط معينة أو بمقياس معين أو بتلوين معين. وبعدين عندي في المرحلة الثالثة اللي شفناها في الدرس السابق اللي هي أجمع رسوماتي في مخططات ولوحات بمقياس معين. بعدين هنجي للببلشر سيت. طيب الببلشر سيت هو نعتبره نحن المكان اللي أنا بصدر فيه مشروعي سواء حفظ أو طباعة. نجي هون عنا في دايما المثال الموجود بايشبيل للببلشر سيت، معمول مرة مثلا للدي دبليو جي، مرة للبي دي اف، أو حتى للاي اف سي. طيب نشوف نفهم كيف عمل الببلشر سيت. ممكن ننشئ واحد جديد نسميه تيست. انشأت ببلشر سيت باسم تيست، داخله اكيد حيكون فارغ. بالعادة البايشبيل بيكون كمان فيهم بعض الامثلة اللي هم مربوطين بشكل اختصار مع المجلدات الموجودة باللاي اوت. فانا من مرحلة اللاي اوت هنتقل للببلشر سيت، عندي فاضي حضيف من اللاي اوت التست عندي للببلشر سيت، ان انا هصدرهم واحفظهم بملف معين بصيغة معينة. طب انا كيف ممكن انقل اللاي اوت من اللاي اوت بوخ للببلشر سيت؟ هل ممكن اعمل لهم موف بهالطريقة؟ لا صعب. ليش؟ التحكم بهالطريقة صعب اني اعمل نسخ ولصق. فدايما حتى احسن اتحكم افضل بتنسيق الملفات او المخططات بين لاي اوت بوخ والببلشر سيت بستخدم الاورجنايزاتور. شفت عندي بضغط هون في اليسار هيجيني اورجنايزاتور اند سايجن. عندي النافيجاتور هو اللي انا شايفه، هذا النافيجاتور انا شلته. انا ممكن نافيجاتور ببلشر سيت هو نفسه نافيجاتور لاي اوت بوخ، فنسميه النافيجاتور. بتحكم انا بالاربع اقسام اللي عندي في المشروع او في ارشيكات بشكل عام، لكن بالتنسيق للملفات انا بحتاج الاورجنايزاتور. والاختلاف بشوف بالايقونه، الاورجنايزاتور بيظهر لي عنصرين مره واحده بدل ما يكون بس عنصر واحد. فبعض الاحيان لما الواحد بيشتغل على شاشتين في المكتب او في الشركه بحط هذا القسم في الشاشه الثانيه مثلا، ممكن وبدا يتحكم بترتيب الملفات. فهون كنت بالاول قسم بالبروجكت مابي، والقسم الثاني بالاوشت مابي. ممكن انسخ او انقل اي عنصر من مكان لمكان ثاني، هيعمل لي بس بشكل بسيط نسخة منه. وبعدين ممكن اتحكم بالاينشتالونج والدارشتالونج مثل ما شفنا بالدرس الثاني، او اني ممكن اكون باللاي اوت بوخ وابدأ افتح لاي اوت معين واضيف الجروندس عليه، افتح لاي اوت ثاني واضيف وغيرها. فبهالحالة كمان ممكن يكون المكان أسرع من أن أفتح لاي أوت عندي على اليسار وبعدين أضيف الرسمة أو التايشنونج بشكل سريع، أو حتى ممكن أضيفها بهالشكل هتجيني بشكل مباشر تلقائي على المخطط. فنحن للمرحلة الأخيرة واللي هي نحتاج فيها فعلا الأورجنيزاتور، إني أنسخ من الببلشر سيت لللاي أوت، من اللاي أوت بوخ للببلشر سيت. فافتح انا التست، ممكن ارجع للخلف اشوف تيست افتحه. ممكن انسخ مجلد كامل مثل مجلد التست، عبارة عن تحريك بالماوس بشكل بسيط بيجيني المجلد كامل مع كل المجلدات الداخلة. او ممكن الواحد ينسخ لاي اوت معينة مو بس مجلد، ما شرط المجلد كامل، وهيك حتى يجمع ويغير فيهم حتى بالطريقة اللي بيحتاجها. ممكن يحط مجلد داخل مجلد حسب الترتيب مثل ما بشوفه مناسب.
طيب معناته ان حملنا على المجلد وجهزته بالطريقة اللي انا بحتاجها، اني اكتب المجلد على او احفظ المجلد على سطح المكتب عندي، او اي مجلد او اي مكان في الديسكتوب او في الكمبيوتر موجود. انا شفت ان الايجن شيفتن او الخصائص، ضغط يمين اينشتيلونج، بشوف انه انا الاوس كابي اللي هيطلع من الببليشر سيت هي عبارة عن داتايزيشن، اني انا حامل حفظ الملف. ممكن واحد يعملها بشكل مباشر طباعة او بلوتن حسب الحجم، او ممكن يعمل هذا البيم اكس هايبر موديل ممكن لرفع الملفات ال 3D واستعراضهم على منصة البيم اكس للارشيكاد، ممكن نشوف في دروس سابقة، في دروس عفوا لاحقة. انا حاليا بهمني حفظ الملف، وراح اختار الخيار الافتراضي انه الاستركتور تبع المجلد هيحفظه مثل ما هو موجود. بضل عندي الخيار الاخير وين مكان الحفظ، ممكن اعمل زوخة حط في الديسكتوب نو اوردنر تيست، افتح التيست اعمل اوكي، صار عندي في الديسكتوب تيست هيحفظ عندي في المكان هذا، حط اوكي، صار عندي العناصر الموجودة حاليا هون. وإذا شفت أنا عندي في الخيارات إن الفورمات حتكون بي دي اف، ممكن أخليها صورة، أحفظها على شكل صورة، تغير كلهم لجي بي جي، ممكن بي ام بي، دي في جي، وغيرها. خلينا نجرب البي دي اف، وداخله حشوف كيف فيها. إذا اخترت أنا تيست ممكن في هذا الخيار حنشوف إيش حيعطيني، إنه أنا البي دي اف بزمن فورا. ده حاليا رحت على الديسكتوب تيست، هذا ملف اللي حيكون فيه اللي حيجي فيه النتيجة. عندي هذا التست، بعد ما خلصت من الأورجنيزاتور ممكن إني أسكره وأطلع أفتح الببلشر من هالجهة، هيكون نفسه بالضبط، فما أحتاج إني أرجع أفتح الأورجنيزاتور. يكون في التست عندي جاهز الترتيب، هذا الترتيب اللي عاجبني، ملفين في التست بعدين مجلد وملف تاني، بعمل بوبليت سيرن تبدأ يكتب الملفات ويمشي فيهم. رحت على التست فعلا جاني مجلد في البي دي اف، استعرض فيه نفس الملفات تم كتابتهم بشكل تلقائي. وهون بلاحظ انه فعلا سهولة كتابة ملفات عديدة في الارشيكاد، باني ما بحتاج كل مرة ملف اعمل حفظ وسميه حفظ وارجع اتغير، لأ، بس بحط الملفات برتبها حسب انا حاجتي بالمجلدات اللي بحتاجها بالاسم اللي انا بحتاجه، وبعمل لها حفظ وبتجيني بشكل تلقائي عندي في الملف، في الملف المطلوب او المجلد المطلوب. طبعا في البي دي اف في شفنا خيار، اذا اخترت فورمات بي دي اف في خيار اني انا اجمع البي دي افات في ملف واحد. جربت الخيار هذا، ممكن كان لازم امسح حتى نشوف الفرق، شفنا الفرق صار موجود هون، جمع لي الثلاث صفحات بي دي اف واحد. انا مسحت كل شيء، انا خلينا نشوف النتيجة. بوبليت سيرن كل الملفات، جمع لي ملف بي دي اف واحد في كل الملفات الثلاثة. كمان هذا خيار مهم جدا، ممكن عندي مجموعة من المجلدات او اللاي اوتس اللي انا حابب اجمعها في بي دي اف واحد وارسلهم مرة واحدة للمالك او للمقاول وغيرها. اذا جينا نجرب دي دبليو جي دي في جي، هيعطيني في خيار ثاني ممكن راح اجمعهم في دي في جي، لكن هذا غير مفضل. لكن الخيار المهم هو الأوبرزيتسر أو الترانزليتر، أنا كيف حابب أتعامل مع المودلز الموجودين في على شكل دي في جي. فالخيارات اللي تفرق بيناتهم إنه هل بتحب إنه يكون يفكك كل العناصر لخطوط وهاتش، أو لا بتحب إنه يحافظ على العناصر المشابهة، ممكن يحافظ على الدرج كبلوك مع بعض، يحافظ على الجدار كعنصر بلوك وغيرها. هي هي بتفرق بالأوبرزيتسر، هل حابب إنه لما يكتب الملف يعمل كات للعناصر، إذا كان عندي مثلا اللاي اوت بهالشكل، هل حابب من الملف هذا الجزء الكامل يكون موجود او فعلا ينمسح من الدي دبليو جي. فهي كلها تكون موجودة في الاوبرزيتسر، وهي لها كمان يعني كثير خيارات ممكن واحد يتحكم فيها من الاوبرزيتسر. هون هشوف كل عنصر، كل خيار مع شرح له، مع حتى امكانية التعديل وعمل الست الخاص فينا، خاصة الألوان وغيرها من التغييرات اللي ممكن تطرق على ال DWG. لكن بشكل عام يفضل واحد يستخدم 1.4 أو 1.5 بحيث انه يحول البلوك للاينز، يكون بشكل عام مفجرين، يستخدم ال DVG
او دي دبليو جي ما يتعذب باستخدام الملف. طبعا في الخيار ان واحد عدل الفورمات من المجلد هيتعدله على كل اللاي اوت تحت، لكن واحد ممكن يعدل بشكل افتراضي، يعمل مره بي دي اف وبعضهم دي دي دبليو جي، او ممكن يحدد اثنين ويعمل كنترول موف، انا حاب احفظ نسخه بي دي اف نسخه دي دبليو جي، ممكن اعمل هون element يقوم بنينن وامسح فاصلة واحد القوسين واحد element يقوم بنينن، وهيك انا صار عندي نسخة واحدة دي دبليو جي و بي دي اف. بعمل وبلت سيرن فور ذات ان عندي دي دبليو جي ما عملت تحديث اللاي اوت. في شي مهم، اذا انا مثلا غيرت في المسقط، مثلا انا عندي مساحة جدار ديليت ورجعت للمسقط، بس لاحظ انه ما تغير، لازم اختاره واعمل رايت كليك اكتر زيرو او الت اي الت ا، بعمل اكتر زيرو بحدث المسقط حسب التغيير اللي صار الاخير. وهيك دايما لازم واحد يضمن انه اخر تحديث موجود من رايت كليك اكتر زيرو، يحدث الرسومات اللي عنده بعدين يعمل لها بوبلت سيرن. نعمل بوبلت سيرن ما في مشكلة، فور زيتسن يبدأ يحفظ ال DWG ويحفظ ال PDF مع بعض. طبعا ال DWG بياخد وقت اكثر، بعدين ال PDF وخلص. جيت عندي تيست، صار عندي ال DWG جاهز، ال PDF جاهز وغيره. فهي كان اول 4 دروس، هي عبارة عن لمحة سريعة عن التعامل وفهم ارشيكاد بشكل بسيط، خاصة اللي جايين من برامج رسم ال 2D مثل الاوتوكاد. وشفنا كيف من ممكن التعامل بين إنشاء المخططات البداية في المشروع لتحديد الألوان وإنشاء اللوحات وبعدين كتابتهم للطباعة أو لملفات الأوتوكاد. في الدروس القادمة حنبدأ نتعلم أكثر عن الرسم في أرشيكاد، كيف ممكن نتحكم بخيارات العناصر وناخذ العناصر واحد واحد، ونشوف كيف ممكن نتحكم في تلوين العناصر حسب الحاجة، سواء كان لباو أنتراك أو لا رسومات تنفيذية وغيرها. بعدين نوصل لدروس متقدمة نبدأ نتعامل مع القوائم ونشوف كيف إني ممكن أنشئ جداول كميات، كيف إني ممكن أتحكم بالإنفورميشن الموجودة في العناصر، وبعدين في الأخير حنشوف كيف إني ممكن أنشئ ملفات IFC وأضمن إني عندي مجموعة العناصر الانفورميشن او المعلومات اللي بيحتاجها البيم مانجر موجودة، سواء من مكافحة حريق او من خيارات ثانية مهمة. ان شاء الله تكون الاول دروس 4 كانت سهلة ومفهومة وبسيطة بالنسبة لكم، تكون مقدمة للتعريف عن ارشيكاد. نشوفكم في الدرس القادم ونبدأ نخوض غوص في عالم ارشيكاد ونبدأ نتعلم العناصر الموجودة فيه. شكرا لمتابعتكم، ان شاء الله نشوفكم في الدرس القادم.